وبركاته. اليوم سوف نتعلم درسا جديد عن الاسم الممدود والاسم المكسور. سوف نبدأ بالاسم الممدود. الاسم الممدود هو الاسم الذي ينتهي بهمزة وما قبل الهمزة ألف مد. سوف نرى بعض الأمثلة: دواء، وهناء، وسماء. جميعهم اسم ممدود لأنهم جميعهم في الآخر هناك همزة، وقبل الهمزة هناك ألف مد. سوف ندخل للمثال الثاني: هدوء. هل هي اسم ممدود؟ لا، لأن قبل الهمزة يوجد واو فهي خاطئة. شيء. هل هي اسم ممدود؟ لا، لأن الهمزة على الياء فهي خاطئة. سوف ندخل إلى الاسم المكسور. الاسم المكسور هو الاسم الذي ينتهي بألف لينة وقبلها أي حرف مفتوح. سوف ندخل إلى الأمثلة: ندى، وأيضا هدى، وفتى. جميعهم اسم مكسور لأن في آخرهم ألف لينة. سوف ندخل في السؤال في المثال الثاني: قاضي. هل هي اسم مكسور؟ لا، لأن هناك ياء، والمفترض أن تكون ألف لينة فهي خاطئة. يشتهي. هل هي اسم مكسور؟ لا، لأن أيضا هناك ياء، والمفترض أن تكون ألف لينة فهي خاطئة. إلى اللقاء.